السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام عبر قناتنا اليكم هذه النشرة الجوية الخاصة بالولايات والمناطق المعنية بتساقط الامطار ليوم الجمعة السادس من شهر سبتمبر 2019 إذا نتوقع بحول الله تعالى وقوته كما نشاهد معكم على الخريطة بعض الأمطار المنتظرة على جنوب ولاية الجلفة جنوب أيضا ولاية المسيلة بالإضافة إلى جنوب ولاية بسكرة ولاية وادي سوف بالإضافة إلى شمال ولاية ورقلة في الفترة الصباحية بعض الزخات المطرية أيضا منتظرة على ولاية و وأيضا جنوب ولاية بشار ووسط ولاية أدرار بحول الله تعالى ما بعد الظهيرة متابعينا الكرام آه نتوقع إن شاء الله أيضا سحب كثيفة على المناطق الوسطى والشرقية قد تنتج عنها بعض الأمطار على ولاية المسيلة بالإضافة إلى ولاية آه تقريبا آه باتنا بالإضافة إلى شمال ولاية بسكرة بحول الله تعالى الأمطار ستكون خفيفة في الفترة ما بعد الظهيرة أيضا أمطار متوقعة على ولاية تندوف بحول الله تعالى وشمال ولاية إليزي في الفترة الليلية ننتظر أيضا أمطار ستكون معتبرة على ولاية المسيلة ولاية الجلفة بالاضافة الى الاوراس ناحية ولاية باتنا ايضا أمطار على ولاية غرداية وجنوب ولاية الجلفة شمال ولاية الاغواط ولاية ايضا بشار وولاية ادرار امطار معتبرة على ولاية تمرست وولاية اليزي في الفترة الليلية إذن خير قادم بحول الله تعالى وامطار معتبرة على المناطق الغربية الوسطى والشرقية ابتداء من السبت إن شاء الله سنوفيكم بالجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.